السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم برنامج رائع لتنظيف أجهزة iOS، سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود، يعمل على تنظيفها من مخلفات البرامج وكذلك الملفات الزائدة وبعض البيانات التي تعمل على زيادة ورفع مساحة الهاتف، ولا يعني لا تستفيد من كافة المساحة. فهذا برنامج رائع للغاية في تنظيف كل المخلفات، يزيد من السعة الفارغة في هاتفك، كذلك يجعله أكثر سرعة وكفاءة. بالدخول إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو، فقط تقوم بالضغط على داونلود ناو. الآن ستنبثق لك نافذة. إذا تنبثق لك هذه النافذة، ستختار الخيار الأزرق إذا كان لديك الإصدار الأخير، وتختار الخيار الأخضر إذا كان لديك إصدار قديم من الآيتونز. فأنا بطبيعة الحال ضغطت على الإصدار الأخضر لأن يوجد لدي إصدار قديم. بعد الضغط على هذا الخيار وتنزيل البرنامج، تقوم بتنصيبه بطريقة عادية جدا مثله مثل باقي البرامج. بعد ذلك ستظهر لك هذه الأيقونة، أيقونة البرنامج في سطح المكتب، تقوم بفتحه. الآن كما يظهر لك، تقوم بتوصيل هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود بالحاسوب. هذه هي واجهة البرنامج. هنا يوجد لديك كويك كلين، يعني تنظيف سطحي وليس عميق. هنا الديب كلين، يعني تنظيف عميق وفحص ومسح وكذلك تنظيف شامل وكامل للهاتف. هنا التول بوكس إذا كنت تريد تنظيف أشياء معينة مثل الأسماء، التقويم، الملاحظات، التطبيقات، كذلك بعض الصور والفيديوهات. يظهر لك كذلك يعني الريستور إذا كنت تريد استرجاع نسخة احتياطية قمت بأخذها من الآيتونز سابقا، يعني ليس من هذا البرنامج ولكن من الآيتونز. ما سأفعله في هذه الحلقة وهذا الشرح هو الكويك كلين، لأنني قبل قليل قمت باستخدام الديب كلين. يمكنك استخدام الديب كلين، لا توجد أي مشكلة، ولكن أريد أن أشير عن نقطة بسيطة جدا، فهي أن البرنامج ليس بكامله مجاني، ولكن طريقة تفعيله سهلة وسهلة للغاية. لا تحتاج إلى كراك ولا أي شيء، فقط قم بكتابة في جوجل سيريال فون كلين، هذه الكلمة التي تظهر أمامك الآن، سيريال فون كلين. فقط قم بتجربة السيريال الأول، إذا لم ينجح السيريال الثاني الثالث، يعني أنا قمت يعني نجحت معي الطريقة من السيريال الثاني بدون أي مشاكل، فطريقة تفعيله سهلة جدا. أتمنى لو كنت أستطيع وضع السيريال لكم، ولكن هذا محظور من طرف جوجل ويعرضني إلى مشاكل وحظر حسابي في أدسنس وغير ذلك من المشكلات. على العموم سأختار الكويك كلين كما قلت لك. يمكنك اختيار الديب كلين، وأنصحك باختيار الديب كلين في أول مرة استعملته في استعمالك هذا البرنامج، فهو سينظف هاتفك بكفاءة عالية. أضغط على كويك كلين كما ترى أمامك خيار، ثم أضغط على ستارت سكان. كما ترى أمامك الآن بدأ بالسكان. بعد ذلك وبعد الانتهاء من السكان هذه كافة الخيارات التي تظهر أمامك، سيبدأ ب المسح. الآن تضغط على كلين ويبتدأ بمسح الملفات الزائدة. لاحظ معي هنا المساحة 8.92 وكيف تتغير بعد أن يقوم بالمسح. كما رأيت مشاهدي الكريم، انخفضت المساحة وأصبح يعني قام بمسح حوالي 18 ميجا بايت، وهنا 3 يعني فاصلة ميجا بايت، الإجمالي 22 ميجا بايت. انخفضت المساحة، أصبح يعني الهاتف قام بمسح كل المخلفات وأصبح الهاتف سريع. شكرا على حسن متابعتكم، أتمنى أن يكون هذا التطبيق وهذا البرنامج قد نال إعجابكم. رجاء إن إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتي على الفيسبوك وزيارة المدونة th3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.